اتفضل. ما انت مش ناوي تتنيل تتجوز ساحل نوها معاك ليه في الليله بتاعتك دي؟ فاكر نوها بتعمل ده عشاني؟ نوها قلقانة عليك مني خايفة. بعدين هو انا حمار عشان اتجوز تاني؟ الجواز ده للناس اللي زيك. زي ازاي يا وسخ؟ خلاص يا عم ما تاخدهاش على صدرك قوي. الناس المحترمين اللي زيك اللي هو هتعيش حاضر، الواد بيسهل حاضر، تفضل بقى تقول حاضر حاضر لحد لما تبقى مطاطي شبهك كده. مطاطي ايه يا واطي؟ يا واطي يا ده انت البنت اتجوزتك شهرين ثلاثة سابت لك البلد وطفشت يا اخويا. عارف لو الكذب بتاعك ده نطق ينطق بس كان زمانه سبلك من زمان. يا انا هو في حد في البلد يستحملك ولا يعرفك غيري؟ ماشي يا عم ماشي. حضرنا محمد بيه معلش. يا حبيبي قلبي ايه رايك في الجواز؟ جواز تختار بس يا عم انت راغب روان اتحرش بسببك اهو. ليه كنتوا الاثنين فاشلين زي بعض؟ انا يا اخويا منك ليه؟ مع السلامه. بقول لك ايه؟ ما تنساش البطيخه وانت مروح. فكره برضه. لا قول حاضر. حاضر يا اخويا حاضر. ايه العيال دي يا محمد بيه؟ قلم تلنكات والله يا بيه. صباح الفل. انت بايت ولا ايه يا عم؟ ربنا معاك. عايز حاجه؟ سيف باشا الواد ده يا باشا انت سمعت عنه حاجه ولا مذاكره كويس؟ ماله اخلص. اصل يا باشا شفت له فيديوهات والواد بصراحه ايده طرش قوي بس نفسه قصير يا باشا فممكن سيادتك تستنى لما نفسه يقطع وتروح جاي لبه على طول. وانا لسه هستنى لما نفسه يقطع. اتفرج عامل لك في ايه. اركب. عشان لو قلت لك ما كنتش هتيجي وانتوا كده كده كنتوا هتتقابلوا يا سلمى يعني مش مشكله. ماشي بس انا بقول لك اهو لو اتريق عليا مره كمان والله ما هسيبه هديله على دماغه. اهو كده بقى ما هيصدق. هنفضيله خالص يا سلمى هيزهق وهيسيبك في حالك. طب هاتي الملح. فين باركس يا نو؟ اهو على الشمال. يا عيني يا سلمى انا مش عارفه ازاي تبقى صاحبتك ويجي لها قلب اصلا تفكر تجوزك واحد زي سيف ده. يا بنتي ده مختله عقليا اهو شفتي. طب والله لاقين على بعض. يعني انا مختله عقليا؟ لا مش قصدي بس يا سلمى انت عشان مش عارفاه كويس. هو بيهزر كتير وساعات هزاره بيبقى تقيل شويه بس والله قلبه ابيض وبيحبش يزعل حد. يعني بعد كل اللي هو عمله ده وبرده بيحبش يزعل حد. هو عمل ايه؟ صاحبتك اللذيذه قررت يوم من الايام تظبطنا مع بعض. قلت معايا ابتديت اتكلم معاه كنت فاكره ان هو بني ادم بجد في حياتي وشغلي كل الكلام ده. مسكني تريقه من فوق لتحت عن ان انا لايف كوتش وقال ايه بتمرني في نادي ايه وفاكره نفسك حسن شحاته. طب ما تيجي تمرني لي ليو حاجه يعني في قمه السخافه. عادي يعني هو ده سيف. وايه كمان راح واخد بقى كل كلامه ده كمان في سكه اباحه قفلني منه بشكل. بصي بذمتك ده منظر واحد لاقي عليا. تعال يلا روح كل.
يلا جو. ايه يا ابني انت وهو المجلة دي؟ بس عيب قوي اللي انت عملته. تخرج يا راجل بالطريقة دي؟ هانت عليك العشرة؟ ده انا بصراحة يعني مش عايز اتكلم لانه في بيتي، بس لا لا عيب بصراحة. اتغير يا عمرو، اتغير والله. ساعة لما راح الجهاز هو متغير. بدك تستنى يا اخويا انت وهو، هو اللي سبتكم خرجت؟ وانا سبتكم خرجت في الشارع يعني؟ خرجت من جروب ابيح مليان صور نسواني عريانة و كلاب اوضاع غريبة يعني، حاجة في قلة الأدب. واد ادهم كبر وبقى غلس، كل شوية يمسك الموبايل وقعد يقول لي ايه ده ومش ايه ده. ادهم برضه انت بتخاف من سماح. وايه دخل سماح يعني؟ مش عارف قلة أدبكم وسفرتكم يعني؟ لا انت بتخاف من سماح. طب انا بخاف من سماح. ايوه ليه بقى بتخاف من سماح؟ بقول لك ايه، ما تعصبنيش بدل ما اخش اطلقها. ما يلا يا محمد. ايوه يا ماما. ما اخش اكل. كل يا قلب ماما. سبع. طب احنا ايه؟ يلا يلا قبل ما اخلص الاكل يلا. استنى بس قبل ما انسى، الاخير كمان كلمني عايز يودينا غرفه عمليات القطاع وانا قلت له لا. قلت له لا. قلت له لا ليه؟ الله انت بتقرر لي يا سيف. مش عايز تروح انت يا اخي ما تروحش، اروح انا. تروح انت تعمل ايه؟ تقعد على مكتب. لو كنت اشتغلت مع حماك احسن واديك شايف العز. تقعد قرر انت كمان. احنا من بيرنا بقى كفايه كده. الواد كبر عايز اربيه. بس شويه ايه ده؟ الله الله الله. ايه الحلويات دي؟ تسلم ايدك. انت ما قابلت السلمى قبل كده؟ لا والله اول مره. يا راجل انت ما تعرفش بتشتغل ايه؟ صاحبة نور انتيم تبقى دكتور الاسنان زيها يعني؟ لا ده انت ظابط مباحث عقل، ما بتهزرش. لا سلمى بتشتغل لايف كوتش. لايف جاكيت بتشتغلي زي ايه لايف جاكيت؟ جاكيت ايه؟ انت رايح المسطحات؟ انت كده بتهزر. والله ابدا انا مفهمه. لا هو مش بيهزر، هو فعلا مش فاهم. والله يعني اسكت يا عم، انا مش يعني مش قصدي والله. بس لايف ايه ده؟ لايف كوتش هو شخص انت بتروح عشان تتكلم معاه على حياتك وطموحاتك ومشاكلك، زي الدكتور النفساني بس في اختلافات شويه. احنا بنساعد الناس ان هي تتعرف على نفسها اكتر، تطلع بره الكومفورت زون بتاعها، تواجه اي صعوبات في حياتها، خصوصا في الاوضاع اللي احنا بنواجهها الايام دي. فهمت طبعا. ها اوضاع يعني زي هبه قطب كده. هو انت مش قلت لي ان عندك مشاكل في النوم؟ الا بقى النوم ده انا ما بنامش خالص. الله رايك والله. انت تعرف عشان اعرف انام لازم اخد حبايه قد ايه؟ طبعا ما هو الجواز كده بيعمل فكره. طبعا طبعا. طبعا عليسه بقى، على فكره كل الناس بقت محتاجه لايف كوتش اليومين دول، اولهم انت يا سيف. انا لا، سيف مش محتاج لايف كوتش، سيف محتاج جلسه كهرباء. طب هون عليكي، وانا عندي واوا في عينيا كده تكهربيني. تسلم ايد اللي ضربك. لا ما ده مش ضرب، ده تحرش. بس بقى اتلم. الله، ما هي اللي بتقول عايزه تهربني. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ابو العز. ايوه ابو السلم. تليفون يا ابو العز، تليفون. يلا يلا صابر باشا، صاحبنا بيعمل مكالمه اهو. الحم الحته دي واستناني. وريني يا سيدي. حسام حالا، حاول المكالمه. تمام يلا بسرعه. هلين ابو جعفر. الله يساعدك، شلونك قلبي؟ بخير الله يسلمك، بشرني عنك يا باب. ولك ابو العروسه يسال، جهزت العرس؟ لو لا لو كل شيء ما سويته بعدكم. هينا قاعدين بنحضر بالعرس، بس صراحه ما حددناش موعد، بس ان شاء الله عن قريب. وانت اكيد راح تكون اول المعازيم. زين اقول لك لسه شويه، احنا محضرين ان شاء الله 600,000 على هذا. انت بقى يا ابن الصار، ما انت معقول مهر الصغيره 500,000 دولار والكبيره بس 600,000 دولار؟ تمام يا فندم. هيا مدحت. تمام سعد، حددنا المكان. حلو. ابعت يا مدحت يعمل استطلاع وتهيئ على المكتب. انا الموضوع كله قدامي. حاضر. على طول ابلغ سيادتك يا فندم. محبين. حاضر. حاضر. اتفضل معلي. نعم. لو وصلنا مكان الخلايا. يلا حبيبي شدوا الهمه وانا ما ناسيكم ان شاء الله. الله معك. شكلهم ناويين على عمليه كبيره قوي خلال يومين او ثلاثه بالكثير. يعني لازم نحط خطه ونقتحم بكره او بعده. ايوه بس هنلحق نجمع معلومات ان شاء الله. ما عليك، انا بعت مادي من الاستطلاع، يعني ان شاء الله خلال ساعتين او ثلاثه بالكثير هيكون عندنا المعلومات الكافيه. انتوا عندكم ايه النهارده؟ يا حبيبتي انا قاعد في البيت بتفرج على التلفزيون انا وليو. شغل ايه الساعه 2؟ وفي حراميه الساعه 2؟ زمانهم نام. طب ما تكلميه هو على التليفون. ما هو سايب تليفونه هنا. سايب تليفونه. سيف ما تهزرش، بطل بقى، قولي وراكوا ايه النهارده. ما بهزرش والله. يالله يعني اقول لك ايه بس، واحد نازل من بيته في فصاص الليالي هيكون نازل يعمل ايه يعني؟ راح يجيب عيش فينو؟
ما يا اما بيخونك يا اما متجوز عليكي. بطل هزار يا سيف بقى. ماشي يا نوح، ماشي يا نوح، خلاص خلاص اهو معاك اهو. اتصرفي معايا بقى ثانيه واحده بس، بينشف ظهره. ايه عشوائي. يلا اب اب. ايه يا نوح جو اب. جود بوي جود بوي. ايه الفكره طيب يا نوح ان انا اصحيكي او اسيبك نايمه؟ هتفرق؟ اقعد يا ابني اترزع بقى يا عم، مش شاطر على نوح. اه ما فعلا انا نسيته، ما مش عارف بقى اعمل ايه. طيب يا رب نروح الشغل النهارده. اقفل بابك بس. اهو اتفضل، على الهوا ده اللي معطلك. هات بقى محمد رسول الله. مع السلامه. مع السلامه. معلش يا نوح عشان البنات بس بردت شويه. يلا باي. بقولك يا زوز. ايه عملت ايه في موضوع الخطوبه؟ والله البنت عايزين احلى الشنب. احلى الشنب؟ شكلك يا ولد في كفه يا زوز والشنب في كفه. مضايقكوا في ايه الشنب؟ عايز افهم انا. خلي الشنب ما تسيلوش، الراجل بيخش يصدر اقتحامي، يثبت الناس بالشنب يخوفهم، نخش احنا نلم وراه ونروح بسرعه. يا عم سيف على قدر الله وجرروا حاجه يبقى احلى البنت ومام النوم بالشنب ده. انا كده كده احلى هولو بالليل. والله ما بتعرف حلاوتك يا زوز. معلومات الامن الوطني بتاكد ان في عناصر تكفيريه موجودين في المكان ده، عددهم ما يزيدش عن 10 12 فرد، لكن العيال دي مدربين كويس، بيعرفوا يستخدموا السلاح كويس قوي. عندنا معلومات شبه مؤكده ان المكان متخزن فيه كميات كبيره جدا من المتفجرات تم اعدادها لتنفيذ عمليات داخل البلد. لا يا باشا بعد اذن عليك، انا باكد للدهوات ان في كميه كبيره جدا فعلا من المفقعات، وفي احتماليه كمان ان المكان يكون متشرك بعبوه او اتنين. دلوقتي هنشرح تفصيليا المكان اللي احنا هنقتحمه عشان نبقى عارفين خط سيرنا هيبقى ماشي ازاي. جماعه كف للشمال دور. عايز بقى رجال واقف ثابت. اتفضلوا رجال خطوة على شباب. مساء الفل رجال. مساء الخير يا رجاله. جاهزين ولا ايه؟ جاهزين. ثابت. مأمورية جاهزة يا فندم. توفيق يا رجالة إن شاء الله. ركب مأمورية سيف. خش خش. بتعيلي بس عشان خاطر امهم شكلها صعب. لا 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 حاتم قول. اتاخرنا ما اتاخرناش، الغدا كده كده ان شاء الله بكره عليك. يا عم ما تسيحش، ما قلت لك انا وانت بس. يا عم ما تسيحش يا عم، القطاع كله عارف. طالما القطاع كله عارف يبقى ان شاء الله كلنا في اسماعيليه بكره. زي الفل يا كبير. خليه ده معاك. تاني يا عم. هو انت يا ابني ايه؟ ما بتزهقش. ها في حاجة جديدة ولا زي كل مرة؟ لا لسه عمرك قريتها أصلاً؟ وقراها ليه وأنا عارف اللي فيها؟